آخر تدخل للسيد نائب المحترم السي عمر بلافريج في دقيقتين فليتقدم مشكورا. السلام عليكم. جوج دقائق لمناقشة أهم ولا من أهم مشاريع قوانين اللي كتجي في السنة التشريعية. هذا الشيء اللي عطاو لينا. هذا دليل جديد على أن هذه الأغلبية ما كتآمنش بالديمقراطية. ولا كتآمن واحد الديمقراطية ديال الكالكولات. راه الديمقراطية ماشي غير اللي وصل الأول في الانتخابات ولا اللي عنده شكل أغلبية يمكن له يحكم ويقمع الاخرين. الديمقراطيه الحقه هي اللي عنده الاغلبيه يمكن له يحكم، طبعا خصو يحكم، ولكن كيسهر كذلك على ضمان المعارضه والاقليه، الحق في الكلام والحق في التعبير. اليوم هذه الحكومه وهذه الاغلبيه كتقمع الاراء المختلفه، ماشي عليا انايا دابا. هذه الحكومه هذه الاغلبيه كتعتقل في الناس، اعتقلت الناس في الريف، اعتقلت في الزاكوره، كتعتقل في جميع انحاء الوطن، الناس اللي عندهم اراء مختلفه كتعتقلهم. رجع للبرلمان. حتى في البرلمان شنو يقولوا دوك الناس اللي في الشارع اللي ما عندهمش الوقت باش يتكلموا؟ نائب برلماني عطيته جوج دقائق باش يناقش قانون الماليه. شي مشكل. في ما يخص مناقشه هذا القانون، هو قانون الاستمرار وغير عادل، ولكن مع الاسف كنتاسف ما يمكنليش انا نناقشه في جوج دقائق، ما يمكنليش نناقش انا في جوج دقائق هذا القانون اللي هو قانون كبير. فكنطلب من المغاربه يتوجهوا لمنابر اخرى من اجل الاستماع لراي مختلف، راينا ومقترحاتنا البناءه للمغرب. مقترحاتنا من اجل مغرب اخر، مغرب افضل. المغرب حنا كنظنوا بان المغرب اليوم محتاج العقد الاجتماعي، عقد اجتماعي جديد، باش محتاجين تعاقد وعقد اجتماعي جديد، محتاجين نخرجوا من ثقافة الهمزة، ثقافة الهمزة السائدة، وندخلوا في واحد الثقافة اللي تكون جميلة، ثقافة التضامن العادل بين الأجيال، التضامن العادل بين الأجيال. والسلام عليكم. شكراً.